بعد أن كانت على بعد خطوة من الغرق في الظلام الكلي، اليمن تجد نورها ونقطة انطلاق نهضتها الطاقية. أكبر مشروع للطاقة بدعم إماراتي ينتقل من الورق إلى الواقع. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم، فلا تنسى ترك رأيك بالتعليقات. أزمة الظلام اليمنية. شهدت اليمن في السنوات الأخيرة وبحكم الظروف التي تمر بها تخبطاً عنيفاً في دوامة أزمة طاقية خانقة. الكهرباء صار عملة نادرة على شعبها، وبات شبح نفاذ كميات الوقود يقترب شيئاً فشيئاً، وعدادات المخزونات تدور تدريجياً نحو الصفر. صيحة الفزع الأخيرة التي أطلقتها الشركات المعنية تطالب بالتدخل السريع، مشيرة إلى أن الوقود المتبقي لا يكاد يكون كافياً لتشغيل المحطات، لا لأشهر أو حتى أيام، بل لساعات فقط. وأول المدن التي ستدخل الظلام الدامس عدن. وكانت حادثة وزارة الكهرباء التي استدانت للمرة الأولى في تاريخها نسبة من الوقود من أحد تجار محافظة حضرموت لتشغيل محطاتها. القطرة التي أفاضت الكأس والتي رفعت الستار كلياً عن أزمة خطرة تواجه اليمن السعيد. ولو تحدثنا بلغة الأرقام فنقول أن الشركات الحكومية لم تنجح في تغطية إلا 40% من احتياجيات السكان. وينفق اليمن كل عام قرابة 1.2 مليار دولار على واردات الوقود لتوليد جيجاوات واحد فقط من الطاقة الكهربائية، وهي لا تكفي فعلياً بسبب الفجوة الكبيرة ما بين الطلب والإمدادات الموفرة. تراجع إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات والأزمة المالية الطاحنة وتوقف صادرات النفط عمقت معاناة اليمنيين الاقتصادية والإنسانية التي يرى الخبراء أنها من أسوأ الأزمات في العالم، التي من بين نتائجها توقف عمل المجالات الحيوية والخدمات الأساسية بما فيها المستشفيات. ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار كذلك أن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميجاوات، بينما تنتج المحطات العادية أقل من 150 ميجاوات يومياً، أي ما يقارب 30% فقط من الطلب. ولكن في كل مرة يثبت اليمنيون أنهم قادرون على النهوض من انتكاستهم وتجاوز أزماتهم حتى ولو اشتدت وطال أمدها. وأزمة الطاقة بدأت في الانفراج مؤخراً مع الإعلان عن أضخم مشروع طاقي. مشروع الطاقة اليمنية. أول مزرعة شمسية ضخمة يشيدها اليمن على أراضي. في ظل تهالك المحطات التقليدية ونفاذ الوقود اللازم لتشغيلها، محطة توليد الطاقة الشمسية بتمويل إماراتي أنجزتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل الإماراتية كأول مشروع استراتيجي للطاقة النظيفة والمتجددة بالبلاد من أجل تعزيز منظومة الكهرباء بعدن. وبدأ فعلياً التشغيل التجريبي للمزرعة الشمسية بطاقة إنتاج ما بين 20 إلى 30% من الطاقة الكاملة والجملية للمحطة، والتي ستبلغ 120 ميجاوات، علماً وأنه وفق دراسة صدرت عن معهد يوبرتال للمناخ بألمانيا في عام 2022 وعنوانها التحول المستدام لنظام الطاقة اليمنية. تم التأكيد أن اليمن لها قدرة مركبة لإنتاج الطاقة الشمسية تصل إلى 1650 ميجاوات، كما تتمتع البلاد بأشعة شمس هائلة يبلغ متوسط سطوع الشمس فيها نحو 3000 ساعة سنوياً، وبالتالي فإن مشروعاً كهذا سيوفر 120 ميجاوات، يعد خطوة جيدة في مجال الطاقة الشمسية. تشييد المزرعة يقع في بلدة بئر أحمد غرب عدن، وتمتد مساحتها على نحو 1.6 مليون متر مربع، وقريبة من ناقل بطول 9 كيلومترات لتصريف الكهرباء. المزرعة الشمسية هي أول أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من المصادر المستدامة النظيفة هناك، والتي من بين أهدافها تقليل كلفة توليد الكهرباء
وطبعا الهدف الدولي وهو إنقاص كمية الانبعاثات الكربونية. كما من المتوقع أن تعتمد عدن مستقبلا بشكل كلي على الطاقات الخضراء. العديد اعتبروا أن التعاون اليمني الإماراتي هذا سيكون أحد الحلول لتخفيف أزمة اليمن، وسيدر بالأموال على المحطات المستأجرة والوقود تصل لنحو 100 مليون دولار شهرياً. يعتبر اليمن منطقة جيدة لمشاريع الطاقة الشمسية إذا ما عاد ليعي أهمية الكميات الوفيرة من الأشعة التي لديه، والتي هي قادرة على توفير مصدر طاقي نظيف ومستدام للكهرباء للأعداد المتزايدة من اليمنيين. خطوات خجولة لنهضة طاقية يمنية. خلال الأعوام القليلة الأخيرة كان اليمن قد مضى قدما في الاهتمام بالطاقة الشمسية، وبدأت مخططاته في تنفيذ عدد من المشاريع الصغرى غطت غالبية أنحاء ترابه الجغرافي، ولامست حتى المناطق النائية لديه والبعيدة عن الشبكة الرئيسية، حيث لاحظنا ازدهار تجارة الألواح الشمسية والعديد من ملحقاتها المستوردة، وتحول المجال شيئا فشيئا إلى نشاط تجاري للبعض. لليمن أيضا مصدر آخر للطاقة المتجددة له إمكانيات واعدة، وهي طاقة الرياح التي يوفرها الخط الساحلي الطويل والتضاريس الجبلية للمنطقة. وحسب الدراسات يمكن توليد قرابة 1000 ميجاوات من طاقة الرياح، أي ما يكفي لتلبية جزء كبير من احتياجيات البلاد من الطاقة. فهل يكون اليمن في طريقه نحو النور أخيراً ويلحق بركب الدول العربية بمساندة إماراتية لرفع مستوى إنتاجه الطاقي المستدام؟ سنعرف ذلك من المستقبل حتماً. عزيزي المشاهد، نحن نسعى لنصلك بالعالم، فلا تنسى ترك رأيك بالتعليقات.